شوفوا بقى الحاجة اللي تخلي الواحد يعني مش يشد شعره، تخلي الواحد يضرب دماغه في السقف وينزل تاني. انت تسمعني، قصدي حتى لا تقول الشيخ لا ندري ماذا يقول، لا 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 اسمعني بتراتبية بمنهجية بأساس من روح القرآن. طيب. بإصطلاح الأصوليين أن الإمام هو الله والله هو الإمام. المطلوب من الشيعة أن يعرفوا أن الله في القيامة هو علي، أن الحاكم في القيامة هو علي. أسمعتم؟ فإذا هو الله يعني النبي. والقائم هو رب القيامة. هذا تقول يا أمعة؟ عمك هذا عمك شنو أمعة؟ بس الآن أسولف لك، المهدي هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وتقولها بعين وقحة أيضا؟ علي هو رب القيامة، هو صاحب القيامة، هو آدم التأويلي، هو صاحب نفخة الروح. ده كلام، ده كلام. معنى الألوهية والربوبية والله في مساحة الأرض هو النبي صلى الله عليه وآله. إيدي إيدي. لما نعرف أن معنى الإمامة هي الألوهية، هي كلمة لا إله إلا الله. طب يا أخوانا، يا أخوانا، ده كل ده الأعمى بيشوف، أنتوا مش شايفين ليه؟ الدنيا ظلمة، الدنيا ظلمة قدامكم ولا حاجة؟ نولع النور، ولع النور يا عم عايز، جايز يشوف. يعني مو شاهد واثنين وثلاثة وعشرة، 100 شاهد وأكثر هنا في القرآن، أن المقصود والمراد من معنى الله في القرآن هو علي ابن أبي طالب سلام الله عليه. لا إله إلا الله. معنى الله ومفهوم الله بحدود المساحة القرآنية يعني الإمام. خلي في بالك الأئمة. إله إلى الله، إله إلى الله. مقام علي ابن أبي طالب أن مقام علي هو مقام الألوهية والربوبية كاستحقاق. نحن بنعيش الآن هذا الزمن، الرب واخد أجازة الآن، بس حاول لا يضيق صدرك، لا تتضايق من كلامي بدون حكمة دليل بينة. طيب. ثم أيضا بينت الجنابك جبرائيل حقيقته لا تخرج عن علي، هو الروح، والروح عند آدم. ما يتولم أنا هذا عقلي ما قاعد يقبلها. ليش يكلم العاقل بما لا يعقل؟ فإن صدق فلا عقل له. وينزل عليكم من السماء من رسول الله ماء، قال علي ابن أبي طالب، أسرى به من المسجد الحرام. المسجد الحرام علي ابن أبي طالب يا عزيزي. هذه المقدمات أطرحها جنابك حتى أنت تسمعني، لا تغشم نفسك قصدي، ولا تقول هذا الرجل ما أدري شو يسولف، لا نفقه كثيرا مما تقول. لا 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 لا، الآن بث مباشر وأتحدث بكلام عربي مبين. حاضر يا عم. حاضر يا سيدي. فكونوا مع الصادقين، الصادقون محمد وآل محمد سلام الله عليهم أبد دون غيرهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كما في سورة التوبة. وفسر الصادقين بمن؟ بأهل البيت. خطأ أعزائي، ما يمكن، لأن الصادق لا يختص بأهل البيت.
ومعنى اسكن أنت وزوجك، أي اسكن أنت ومن يماثلك، زوجك يعني مو مرتك، اتقوا الله، لأن المخاطب آدم التأويلي، أي القائم، أي المهدي، أي علي بن أبي طالب في رجعته. أنت فاهم حاجة؟ لا ولا أنا. وإذ قال ربك للملائكة، أي الأنبياء والأئمة، وحياة أبويا ورحمة أبويا في نومته مالوك وكتلوه، أنا مش عارف أفهمكم يا جاري. خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال عند كل إمام. أنا خايف عليك من الراجل ده يا ابني. أنت إذا ما عرفت الإمام ما طعت الله، فطاعة الله ومعرفة الإمام. أنتوا الشيعة تعرفون أمير المؤمنين؟ قلت له من يعرف أمير المؤمنين؟ لا واحد يتبادر الذهن أنه يعرف المعصوم ويعرف. قال صلى الله عليه وسلم إن عليا لا يعرفه إلا الله وأنا. Oh my God. لمن يدعي أنه يعرف أمين؟ رسول الله أغلق هذا الباب. يا علي لا يعرفك، يعني خاف أفتح العبارة، هو أريد أفتحها، لا يعرفك إلا الله وأنا، يعني شنو؟ تدري يعني شنو؟ يعني حتى الأئمة ما يعرفون علي. Oh my God. جالي خلعت شياك عدل، هذا مقام علي. بس أرجع ويا جنابك وأقول لك أن مسجد الكوفة في الحقيقة في الواقع هو القائم نفسه، هو علي في رجعته نفسه. أنا لا أفهم شيئا مما تقول، أنت أعجمي؟ تحدث العربية. فأنا اليوم من جاي أسولف وياك أتحدث معاك بعقائد، بدين، بأصول دين، ولازم تسمعني. طيب. في تفسير العياشي يقول لك كل مفردة، كل لفظة شيطان في القرآن وبالخط العريض يعني الثاني الخليفة، يعني الحاكم، ما أقول خليفة، الثاني. هذا الأسد لن أسمح لأحد بالاقتراب منه أبدا، أموت ولا يقترب أحد لهذا الأسد، أموت ولا يقترب أحد لهذا الأسد. والقرآن يقول لا تتبعوا خطوات يعني خطوات السقيفة ورجالها وأصنامها. هل رأيتم يا أخوان غباء أكثر من هذا الغباء؟ يا جماعة مفضوحين 100%، ومع هذا يواصلون الكذب ويواصلون الدجل بقلة حياة أنا عمري ما شفتها، وبغباء منقطع النظير. إلى اليوم إيش قد عندنا مخالفين؟ وأنا ختمت ويا جنابك، إيش قد اليوم لليوم؟ مليار ونيف من البشر كلهم ضالون. اسمع انا ناقص يا اخويا. ولذلك القرآن الكريم جعل معادلات، انه ومن يعشو يعشو عشو ليله، هاي لغه معروفه، عن من؟ عن ذكر الله اللي هو علي وآل علي سلام الله عليهم. يا جهله لا شرعيه يا اخوه، لا شرعية ولا مشروعية لغير المعصوم لو كان ابن علي بن أبي طالب، لا شرعية فيه من الله أبد، والله غني عن العالمين. لقد قلت صدقا يا ابن حرب. انتبه، هذا كل همه، كل يعني كل رغبته أن يتبعه الناس، ينصر يستحي من الناس ولا يستحي من الله. انتبه، يجامل، وهذا موجود ومشخص، بس ما أرد أحرجك بذكر الأسماء أكثر بعد، مجاملة ومصلحة عامة، بس ما يستحي من الله ومن قوانين الله وتشدد وتصلب الله في العقيدة. أبد يجامل إخواننا وأنفسنا، كلها مجاملات وكذب. إن المصاحب تنزل بصاحبك تباعاً. تحريف موجود، إذن أكو تحريف، أي أنه في صاير تقديم وتأخير للقرآن، في زيادة في نقيصة، كما قال الميرزا رحمه الله في كتابة تحريف القرآن، أكو نقيصة وأكو زيادة وبعدد مو قليل. الله الله يطيح حظك. هذا مو كلامي، إذا عندك مروءة وحظ بخت فقط راجع يعني
التفسير الروائي لأهل البيت روايات كلها صحيحة وواضحة في دلالتها. لا تقول قال شيخ نزار ومن عرفه، لا لا. أسيب المكان وأمشي ولا أسيب الدنيا كلها وأمشي وأضرب نفسي بالرصاص وأرتاح منكم؟